فوائد ومعلومات. الفواكه بمختلف أنواعها تحتوي على فائدة كبيرة جداً للجسم، وخبراء التغذية ينصحون بتناولها دائماً في مختلف الأوقات. وأمام ذلك نجد أن بعض الفواكه تحتوي على نسبة سكريات عالية، مما يسبب الانتفاخ وأحياناً غازات البطن، مما يسبب إزعاجاً للبعض، وهذا ما سنقدمه لحضراتكم اليوم، لذا تابعونا. بسبب احتوائها على السكريات مثل الفركتوز والسوربيتول، نجد فواكه تتسبب في حدوث الانتفاخ وغازات المعدة. المانجو تحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، ولكنها أيضاً غنية بأنواع من السكريات صعبة الهضم، مما يتسبب في انتفاخ المعدة وكذلك الغازات، لذلك يجب تجنب تناولها بعد الوجبات الرئيسية. التفاح الأخضر يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، ويمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية الضرورية، ولكنه قد يزعج المعدة لغناه بسكر الفركتوز، والذي يصعب على الأمعاء هضمه، فيفضل الابتعاد عن تناوله قبل النوم ومراعاة مضغه ببطء لتقليل فرص التعرض للضرر. الكمثرى تحتوي على كمية صغيرة من السوربيتول، وهو نوع من السكر يمتص ببطء في الأمعاء الدقيقة، ما يتسبب في انتفاخ المعدة والغازات. الكريز يحتوي الكريز على الكثير من أنواع السكر التي يصعب امتصاصها في الأمعاء الغليظة، فيتسبب في الشعور باضطراب الأمعاء، فيمكن الابتعاد عن الكربوهيدرات والسكريات الأخرى أثناء تناول الكريز لتجنب إزعاج المعدة. الفواكه المجففة تحمل الفواكه المجففة فوائد عديدة للجسم، ولكنها قد تتسبب أيضاً في إزعاج المعدة لأنه مصدر غني بالسكريات والألياف التي تحتاج لوقت طويل لهضمها، لذلك يجب الحرص على تناول الكثير من المياه للحفاظ على حركة الأمعاء. البرقوق يحتوي على مادة البوليولات، ويتبعها السكر الكحولي، وهو من أنواع السكريات صعبة الامتصاص، كما يمكنها أن تراكم الغازات وتسبب شعوراً بالانتفاخ. عزيزي المشاهد، أي من هذه الفواكه تصيبك بانتفاخ البطن دون غيرها؟ اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.